السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لك والشكر لك يا رب. لالا حدو حياكم الله. ربي يخليك، هذا نهار كبير، 5 سنين وانا تنتصل يا وليدي. الحمد لله والشكر لله. الله يحفظك الشريف، الله يطول عمرك. الحمد لله يا وليدي، بحال مقامتي بحمدك وشكرتك يا رب. الله يحفظك ويرعاك ويطول عمرك يا ربي يا كريم. لالا حدو كبير يا وليدي. الحمد ربي ونشكرها الشريفة. ربي يخليك يا وليدي، نحمد الله ونشكره في الليلة المباركة، والله يخليك لينا. جزاك الله ألف خير على الحاجة. بسم الله عليه وسلم وليدي. صلى الله عليه وسلم، الله يعطيك الخير والبركة. ربي يخليك يا وليدي. مرحبا الشريف الحاجة، مرحبا لالا. ربي يخليك يا وليدي. وعندي سؤال فر، أنا بقى صغيرة هذيك الساعة، تكون عندي ديك 40 عام، تنشوف راسي تنقرا. وقطعت واحد الواد وفض ذاك الماء، وذاك الماء ولا بحال ذاك البحر، ونزل لي ذاك السيف على كتفي وبقى غير الجامع قدامي. الله أكبر، هذه رؤية ديال الخير. متى يجي ذاك الماء تنطلب أنا غير التوبة، وذاك السيف نازل لي على كتفي وأنا فوق البحر شغل كبطانة فوق الماء. الله أكبر. طلب الله ملي دوا معايا ذاك الخبير تيجي ذاك الماء، قال لي قولي لعائشة وفاطمة والميلودية توبوا. ملي ذاك الماء هو ذاك الخيط تاع زيد قدح، الطب الأول خضر والوسط أحمر والثاني خضر قبلة، وعاد دوا معايا ذاك الخبير. الله أكبر، لا إله إلا الله. مع جوج ديال الليلة وليدي ضربتني فايقة، بقيت فايقة تطلع النار. لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله يرحم والديك في القبر، والله يخليك لنا وليدي. والله ما من الشريفة. الله يكتخذ لنا حد، الله يطول عمرك، الله يجبر عظمك، الله يقوي الشكيمة ديالك، الله يزيدك ايمان على ايمان. لا اله الا الله. وهذا الرؤية اللي شفتي لنا حد راها رؤية طيبة، هذه بشارة ديال الخير، هذه كتدل على انك من الفرقة الناجية. هذا الرؤيا ربي عز وجل غادي يجعلك من الفرقه الناجيه باذن الله، التي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يخليك يا وليدي، الله يخلي لك مع الزالي. بارك الله فيك لالا، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك لالا حدو. الرؤى المناميه هي للمؤمنين، هي رفع للحجاب. المؤمن يرى رؤى مناميه وتكون هي حقائق، اما سوف تقع قريبا أو بعيدا، هي حقائق واقعية. الله تعالى يرفع عنه الحجاب ليرى ما في المستقبل. لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. قد تكون الرؤى تحمل بشارات للخير فيفرح بها المؤمن ويسعد، وقد تكون الرؤى تحمل تحذير أو فتن أو مخاطر أو متاعب في الحياة، فعلى الإنسان أن يستعيد من الرحمن منها. الرؤية اللي شفتي لها حد تدل على أنك بإذن الله من الفرقة الناجية، لأن البحر وهذه المشاهد كل اللي ذكرتها كتدل على عالم من علامات حسن الخاتمة، وأنك إن شاء الله تعالى تكوني من الذين ربنا سوف ينجيهم وتابوا وقبل توبتهم. والنساء اللي سمعتهم في الرؤى، وربما أنت تعرفينهم حق المعرفة، أن الله تعالى يريدهم أن يكن من التائبات، أن يكن من الصالحات. لا شك أنهن أخطأن ووقعن في زلات، وربنا يرفع لهم النداء، يقول تعالوا، يقول لهن تعالين إلي، وقد أراكهم في المنام حتى تدركهم إن شاء الله تعالى الرحمة الإلهية. فلالا حدو، الله يجعل التوبة ديالك نصوح، ويجعلك من الذين اختارهم المولى في الفرقة الناجية. شكون هي الفرقة الناجية؟
هي الفرقة التي تدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، كتسمى الفرقة الناجية، لأنك يوم القيامة هناك بعد وهناك نشور، كما سوف نتعرف إن شاء الله في حلقة الغد من سورة طه، غنعرف مشاهد من أهوال يوم القيامة. وكين اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكين أقوام آخرين كخمسين ألف سنة بحسب القرب والبعد من مقام الحساب. والهول شديد، والناس يبقون هناك مئات السنين ينتظرون في الموقف، لكن الفرقة الناجية هذه لا، هذه من القبور إلى القصور. هذه يقول لهم الله عز وجل: لقد فتنتم في الدنيا وتعذبتم وتعبتم، والآن جاء مقر مستراحكم. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، تفتح لهم أبواب الفردوس وتقول الملائكة: ادخلوها بسلام آمنين. هذه كتسمى الفرقة الناجية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم. اللهم اجعلنا جميعا من الفرقة الناجية بفضلك وجودك ورحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. والطريق لكي تكون مع الفرقة الناجية ليس معنى أن الإنسان يكون معصوما من الخطأ، معصوما من الزلة، معصوما من الإثم أبدا. ربنا قد أوجب على كل ابن آدم نصيبه من الخطأ والإثم، حتى من حرص على أنه لا يقع في الإثم فإن الله يفتنه، وفتناه فتونا، من قدر الله وحكمته البالغة أنه يفتن حتى عباده الصالحين الأخيار وفتنه فتونا. لكن كيف السبيل أن تكون من الفرقة الناجية؟ هو أن تجدد التوبة في كل وقت وحين، وأن تتضرع إلى المولى عز وجل بالبكاء وبالتضرع وبالرجاء، كما فعلت هذه الفرقة الناجية من بني إسرائيل. هذه الفرقة اللي تكلمنا لها الآن، اللي هم في الأول كانوا عبدة العجل. تصوروا هذه الفرقة اللي تكلمنا عليها، كانوا قبل أيام مشركين يعبدون العجل لدلهم السامري، لكن ليرجع سيدنا موسى وأمره بالتوبة وافقوا على التوبة. ولما قال لهم الله عز وجل شروط التوبة أن يقتل بعضهم بعضا ويتضرعوا إليه، فعلوا في الحال. فهؤلاء قال لهم الله عز وجل: أنتم من الفرقة الناجية، تدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. كيف بلا حساب؟ لأن حسابهم قد نالوه في الدنيا. هناك الآن في الأرض فئة من المعذبين في الأرض، هناك أناس معذبين، هناك أناس يعانون معاناة شديدة. هذه المعاناة هي من الفتن التي أعطاها الله تعالى لعباده في الدنيا حتى يخرجوا منها وقد زالت عنهم خطاياهم، لأن الخطايا تزول كما يزول الصدأ عن الحديد. فربنا عز وجل كتب على كل نفس هذا المصير وفتنه فتونا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك لذا حد، ويجعلنا ويجعل جميع هؤلاء المستمعين وكل المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية في يوم الحساب ويوم العتاب الأكبر. لذا حد، السؤال الأول اللي طرحتيه أن الميمة ديالك الله يرحمها ويوسع لها الرحمات، ملي كانت كتحتضر أنك تلمي العقد ديال العسل، وهذا جميل لأنه مما يهدئ من سكرات الموت. فالميت إذا كان في سكرات الموت يحتاج إلى أسباب الرحمة. سكرات الموت هي واحد الحقيقة سوف يمر منها الجميع، لا أحد سوف ينجو منها، كل واحد منا نحن الأحياء سنمر في مرحلة تسمى سكرات الموت. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله مر بها، ولما كان يتألم ويتصفد عرقا ويصبون عليه قربة باردة في كل يوم، كان يقول: آه ثم آه، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فمن رحمة التي تنزل بالعبد
هي إما أن نقرأ عليه سورة ياسين كما أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني منهم من قال إنها ساعة الاحتضار، منهم من خصها بساعة الاحتضار، ومنهم من قالها في كل وقت وحين، أطلقت للعموم، نقرأ على أمواتنا في كل وقت وحين. والأمر الثاني أننا نسقيه عسلا، لأن العسل لما يصير في الجوف يسهل على العبد أن ينطق بالشهادة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيها تيمن بأن العسل من شراب أهل الجنة، فيكون من أهل الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فهو من أنهار الجنة. فنسقي من يعاني سكرة الموت بالعسل تيمنا أن يجعله الله تعالى من أهل الجنة، وييسر له سكرة الموت حتى يلقى الله تعالى وهو عنه راض. أسأل الله تعالى أن يرحم والدتك وجميع أبناء المسلمين وأمواتهم، آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.